مسفات العبريين قرية جبلية تقع في أقدام جبل شمس، تقع على ارتفاع 950 متر، تعتبر من أهم المناطق السياحية في السلطنة بسبب المقومات السياحية اللي هي الطبيعية والبشرية. الطبيعية تتمثل في الجبال، في الأودية، في الأفلاج الموجودة، والبشرية تتمثل في البيوت والحضارة اللي انبنت في القرية، في قرية مسفات العبرية. بالنسبة طبيعتها طبعا طبيعة جبلية، مزارع مالها متدرجة، وحتى المنازل أيضا متدرجة. أولا المسفاة طبعا عن تاريخ قديم، ما يوجد تاريخ مكتوب هذا عندنا بالذات، ولكن على حسب الآثار الموجودة يمكن تكون أكثر من 2500 سنة.